بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من قناة الشروق وإلى حضراتكم العرض المسائي الإخباري لهذا اليوم، والبداية بالعناوين. السودان يدعو مصر وإثيوبيا للاستمرار في التفاوض البناء حول سد النهضة والابتعاد عن التصعيد. السلطات بولاية القضارف تعلن عن جمع قسري للسلاح وبإجراءات صارمة. وزارتا التربية والتعليم والصحة بولاية الخرطوم تعلنان موعد امتحانات الأساس غدا الأربعاء. أهلا بكم. دعا وزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين أثيوبيا ومصر إلى الاستمرار في عملية التفاوض البناء والابتعاد عن التصعيد، وأكد حق أثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية وحق السودان ومصر في الحفاظ على أمنهما المائي. وترأس قمر الدين اليوم الثلاثاء وفد السودان المشارك في الاجتماع الإسفيري غير العادي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث التطورات بشأن ليبيا والجلسة الخاصة بشأن سد النهضة، وقال إن السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة، وأكد توافق السودان ومصر وأثيوبيا على 90% من النقاط الخلافية بشأن سد النهضة الأثيوبي. شاركنا اليوم باسم جمهورية السودان في الدورة الطارئة للجامعة العربية على المستوى الوزاري والتي ناقشت قراري. كانت الدعوة من جمهورية مصر العربية في مشروع القرار الأول باسم ما يجري في ليبيا الآن، وقد تم إصدار القرار ووافقت الجامعة على مشروع القرار مع تحفظات بعض الدول على بعض الفقرات. أكد الاتحاد الأوروبي دعمه للبرنامج الاقتصادي والإصلاحات التي تبنتها الحكومة الانتقالية في السودان بما يساهم في إنعاش الاقتصاد السوداني وتعافيه. وقال السفير أورليش كولوكنر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى السودان في لقاء صحفي إسفيري مع وكالة السوداني للأنباء، قال إن الاتحاد الأوروبي يدعم الإصلاحات الاقتصادية في السودان. وقال السفير الألماني كولوكنر ردا على سؤال الليسونة إن الاتحاد الأوروبي يثمن الإجراءات الضرورية التي تسهم في انطلاقة الاقتصاد السوداني مع الأخذ في الاعتبار أنواع الدعم التي تخفف آثاره. في إشارة لتوفير الدعم المالي النقدي لبعض الأسر، من ناحية أخرى أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي عن زيارة للسيد جانيز لشارليز المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية إلى السودان قبيل انعقاد مؤتمر الشراكة السودانية الذي سينظم في برلين في 25 من يونيو 2020. ومن المقرر أن يجتمع السيد جانيز مع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء لبحث الدعم الدولي والإنساني للسودان في الفترة القادمة. بحثت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في اجتماعها اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة محمد حمدان دقلو بحضور الرئيس المناوب للجنة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك تقريري لجنة مكافحة التهريب وتخريب الاقتصاد الوطني ولجنة القضاء القانونية. وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء مقرر اللجنة السفير عمر مانيس في تصريح صحفي أن اللجنة العليا استعرضت فيما يلي لجنة القضايا القانونية مجمل القوانين ومشروعاتها التي أعدت لإحكام المنظومة القانونية لمعالجة الثغرات في التعامل مع كل جرائم التهريب وتخريب الاقتصاد الوطني. لجنة المصارف قدمت توصيات وتقرير وافي حول السبل والوسائل الكفيلة بإصلاح النظام المصرفي بما في ذلك النظر في دور أكثر فعالية وهيكلة للبنك المصرفي للقيام بدوره في الرقابة والإشراف على الأداء في الجهاز المصرفي. تحدث ونظرت اللجنة كذلك في دور البنك الزراعي، وتقرر إعادة هيكلة هذا المصرف الهام.
من جانبه أوضح رئيس لجنة مكافحة التهريب عادل بشاير أن لجنتين انبثقتا من اللجنة تختص أولاهما بمكافحة الإتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، حيث تم ضبط كميات من العملات الأجنبية من خلال آليات غير تقليدية عبر متابعات ومعلومات سرية، فيما تختص الثانية بمتابعة السلع الاستراتيجية من المصدر إلى مرحلة التوزيع والتي أسهمت في وصول السلع إلى موقع التوزيع بشكل أفضل. تم استعراض عمل لجنة التهريب ومتابعة آلية السلع الاستراتيجية ومكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي، وتم استعراض ما قامت به هذه اللجنة خلال الفترة الماضية، وانبثقت من هذه اللجنة آليتين، آلية خاصة بمكافحة الإتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، وتم خلال هذه الفترة عدد كبير من الضبطيات من العملات في أطار مكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي. أصدر الأستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال خلال الزيارة الميدانية غير المعلنة التي قامت بها اللجنة صباح اليوم إلى مصفات الجيلي للوقوف على سير انسياب الوقود وكمياته بالمستودعات وحركة الشاحنات للتزود بالوقود، وأصدر عددا من القرارات الميدانية من ضمنها حل مشكلة الوقود بمحطة النيل للبترول التي تعتبر المحطة الوحيدة التي تمد الشاحنات والناقلات السودانية التي تتحرك من مصفات الجيلي بالوقود. وقال الأستاذ وجدي صالح عضو اللجنة في تصريحاته الصحفية إن عدم توفر الوقود بمحطة النيل تسبب في تكدس الشاحنات والناقلات، معلنا أن اللجنة أصدرت قرارا قضى بإسناد إدارة محطة النيل إلى شركة النيل للبترول بعد أن كانت مملوكة لنقابة العاملين بالنفط. واتضح للجنة من خلال الزيارة سوء الإدارة بالمحطة وعدم التنظيم والبطء في تسليم الوقود. شددت الأجهزة الأمنية بنهر النيل على إحكام الآليات الرقابية والمتابعة المستمرة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة للحد من عمليات تهريب الذهب والمعادن الذي يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الوطني. وأعلن مدير جهاز أمن الولاية اللواء الطيب أحمد البشرى عن خطة عمل مشتركة لفرض الرقابة اللصيقة من المداخل الحدودية المشتركة المتاخمة مع بعض دول الجوار والولايات. وقال اللواء الطيب إن ولاية نهر النيل تنعم بالأمن والاستقرار الكامل بالرغم من التهديدات والإفرازات السالبة التي قد تنجم مع توسع وتزايد رقعة التعدين بها. وناشد مدير جهاز الأمن المواطنين بضرورة الوقوف مع أطروحات وبرامج حكومة الولاية التي تعمل في ظروف استثنائية في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد. حقيقة قطاع التعدين الآن هو قطاع حيوي ويساهم مساهمة كبيرة في الاقتصاد الكلي واقتصاد الولاية، ولكن هناك بعض التحديات موجودة لوجود حدود مشتركة مع بعض دول الجوار، وفي تداخلات مع بعض حدود الولايات، وده بيساهم مساهمة كبيرة في عملية التهريب، ومحتاج لجهد كبير في الإحاطة بما يدور حول هذا القطاع وترتيبه وتنظيمه، والجهات المختصة بتزع لإزالة كثير من الإفرازات السالبة اللي بتأثر على هذا القطاع الحيوي. تمكنت قوات الدعم السريع المجموعة العاشرة قطاع غرب كردفان المجلد من ضبط كميات كبيرة من الكحول قادمة من دولة جنوب السودان تقدر بألف علبة. ولفت قائد المجموعة المقدم التاج التيجاني عبد الله إلى أنه قد تم فتح بلاغ بواسطة النيابة العامة بالولاية وسيقدم المتهم للعدالة. وأكد في ذلك جاهزية قواته للتصدي لمثل هذه الجرائم وسد ثغرات التهريب من وإلى السودان على طول الشريط الحدودي بين ولاية غرب كردفان ودولة الجنوب. وأضاف المقدم التاج أن قوات الدعم السريع مطلعة بدورها الكامل في مجال السلم والأمن الاجتماعي ومكافحة الجرائم ومن بينها التهريب الذي انخفض بنسبة 50%. الحمد لله تمكنت قوات الدعم السريع المجموعة العاشرة قطاع غرب كردفان من قبض عدد كبير جدا من الخمور المهربة من دولة جنوب السودان إلى السودان، ويهو العدد أمامكم قرابة
حوالي 1000 علبة من كل الخمور المختلفة، والآن فتح بلاغ عن النيابة بالولاية. قواتنا قوات الدعم السريع الآن منتشرة في كل الحدود الولاية وكل في الطرق الرئيسية في الشوارع. أعلنت السلطات بولاية القضارف عن جمع قسري للسلاح وإجراءات صارمة، وذلك على خلفية تصاعد عمليات تهريب السلاح عبر الحدود مع أثيوبيا، والتي تشهد توترا بعد الاعتداءات المتكررة على نقاط للجيش السوداني. وكان شعبة الاستخبارات برئاسة الفرقة الثانية مشاه بالقضارف قد أوقفت عمليات لتهريب الأسلحة والذخائر كانت في طريقها إلى أثيوبيا. التوتر الذي يشهده الشريط الحدودي مع أثيوبيا وإن كان أمرا متكررا مع بداية كل فصل خريف، إلا أن النشاط المتزايد لعمليات تهريب السلاح من وإلى جعل حكومة القضارف تشرع في إعلان لجمع قسري للسلاح. لا بد أن تضافر كل الجهود ولغفل كل الثغرات وتجديد العقوبات ضد المهربين. يمكن نحن في ظروف حرجة هذه الأيام، أنا أفتكر ده تعاون مع العدوى والذين يخلقون مشاكل في الحدود، يمكن ده تعاون معهم كونه السلاح يمشي من السودان ويتهرب للجارة وما يسمى بالميليشيات أو القوات تهجم على قواتنا. لا أفتكر ده لا بد من تجديد العقوبات ضد المهربين. عندنا إن شاء الله الفترة الجاية حملات إن شاء الله مكثفة لجمع السلاح القسري في الولاية بإذن الله، ونحن نناشد أي مواطن في هذه الفترة عنده سلاح أفضل يجمعه. هذا القرار من شأنه إن فعل أن يحد من التوترات على الحدود، والتي يرى مراقبون أن أياد خفية تعمل على رفع حالة التوتر، مستندين في ذلك إلى تراكمات تاريخية للصراع الأهلي في البلدين. العلاقة بين الحكومتين السودانية والأثيوبية الآن بتمر بأفضل مراحلها كعلاقة إيجابية قايمة على المصالح، ونحن ما ننسى الدور بتاع أثيوبيا في نصرة ثورة ديسمبر، لكن البلدين بشكل عام بيعيشوا حالة من التفلت الأمني، وده ناتج من الحروب الأهلية اللي وقعت في البلدين لزمن طويل، مما أفقد السلطة المركزية القدرة على السيطرة على من هم متفلتين من الناس. هذه القراءة قد تمهد لحل دبلوماسي ينزع فتيل الأزمة، خاصة وأن الدولتان لا مصلحة لهما في أي نزاع مسلح، مع التأمين على أهمية ترسيم الحدود. قضية الفشقة ظلت قضية منذ الاستعمار، منذ 1902 وتوقيع الاتفاقية. الحل الأساسي والبعيد المدى هو ترسيم الحدود بين البلدين، وهذا هو أمر متأخر حتى الآن. بترسيم الحدود يمكن بعد ذلك النظر في أنه كيف أرض الفشقة دي تكون فيها استثمارات كبيرة تستفيد منها المجتمعات الحدودية والحق في النهاية وتتعزز فيها السيادة الوطنية بالنسبة للسودان. وأنا أعتقد قيادة البلدين بما لهم من حكمة قادرين على أن هم يطفئوا هذه النار التي لا مصلحة لا للشعبين ولا للحكومتين فيها. مع قناعة الحكومة السودانية والأثيوبية بالحل الدبلوماسي والتعديات المسلحة على نقاط الجيش السوداني على امتداد الحدود، تبقى القضية قائمة في انتظار حل ينزع فتيل التوتر. محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف. في إطار زيارته الحالية للخرطوم، أجرى واري نهر النيل اللواء الركن عبد المحمود حماد لقاءين منفصلين، حيث التقى بالنائب العام مولانا تاج السير علي الحبر، حيث تناول اللقاء عددا من القضايا خاصة الخلاف الذي نشب بين قبيلتين نوبة والجرعان بولايته، مشيدا بجهود النيابة المقدرة فيما يتعلق بمتابعة القضية وتحريك الفرق للتحري واحتواء الأزمة، إضافة لمتابعتهم لكافة القضايا العدلية والقانونية بالولاية. وفي السياق ذاته التقى برئيسة القضاء مولانا النعمات عبد الله، وبحث اللقاء عددا من القضايا التي تهم الولاية، حيث قدم شرحا مفصلا حول بعض المشكلات التي تتعلق بالإيرادات والتحصيل بولايته، كما أمن اللقاء على أهمية تذليل كافة العقبات التي تواجه العمل بالولاية. ناقشنا معه عدد من القضايا اللي بتهم الولاية وشكرناهم على جهودهم الكبيرة جدا إبان الأزمة العابرة التي مرت بها ولاية نهر النيل للخلاف الحصل بين قبيلتي النوبة والغرعان،
وكان له سهم كبير وسهم مقدر في احتواء الأزمة، وحرك أتيام للتحري ومتابعة البلاغات والقضايا، وأطلعناه أيضا على يعني الوضع الراهن في الولاية. تعلن وزارتا التربية والتعليم والصحة بولاية الخرطوم موعد امتحانات مرحلة الأساس غدا الأربعاء في مؤتمر صحفي يعقد في 12 ظهرا بمباني وزارة التربية والتعليم ببحري. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده والي الخرطوم دكتور يوسف أعظم الضي اليوم مع مدير عام التعليم بالولاية الأستاذ محمد إبراهيم علي بحضور أمين عام حكومة الولاية الأستاذ الطيب الشيخ وقيادات وزارات التربية. وأوضح مدير عام التعليم أنه دحضا للشائعات حول موعد امتحانات شهادة مرحلة الأساس تم الاتفاق على تصور مع وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولاية الخرطوم باتخاذ تحوطات كافية لحماية التلاميذ من وباء كورونا، حيث سيتم تطبيق التباعد الاجتماعي بين التلاميذ وتعقيم مراكز الامتحانات قبل وبعد الامتحانات. وطالب مدير عام التعليم من أولياء الأمور بإبعاد الطلاب من التوتر والمحافظة على سلامتهم ومتابعة حصص المراجعة بقناة الخرطوم. ونظل في ولاية الخرطوم، حيث أمنت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حاتم أبو قرون مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات على الإجراءات التي تمت لاستقبال العالقين بالخارج، وأشاد بمجهودات وزارة الصحة بإخضاع القادمين إلى الفحص الطبي باستثناء حملة الشهادات الطبية المعترف بها من وزارة الصحة. ودعا الاجتماع إلى ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية للقادمين عبر البر، كما طالب الاجتماع كافة الجهات المسؤولة بضرورة العمل الجاد لمعالجة مشكلة الدواء. كما استمع الاجتماع إلى تنوير من مدير عام وزارة الصناعة والتجارة حول عودة الصفوف للمخابز، مؤكدا توفر الدقيق بكميات وافرة غير أن قطوعات الكهرباء أثرت على عمل المخابز، مشيرا إلى مجهودات مبذولة حاليا لتشغيل المخابز بالمولدات. قضية امتحانات شهادة مرحلة الأساس، وطبعا دار كثير من اللغط والحديث والإشاعات بخصوص هذه الامتحانات. فأولا تم الاتفاق على تصور تام مع وزارة الصحة الولاية والاتحادية، وتم إعداد التجهيزات اللازمة من الناحية الصحية لقيام هذه الامتحانات، وطبعا ده كله الغرض منه المحافظة على أرواح التلاميذ. تنطلق بعد غد الخميس نفرة الدعم الاجتماعي الاتحادي للعام 2020 بولاية النيل الأبيض وتستمر لمدة شهر، وذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لنفرة الدعم الاجتماعي. وقالت المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية سارة فتح الرحمن في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ضمها ومدير التأمين الصحي بالولاية، قالت إن الاجتماع اعتمد 51,519 أسرة موزعة على محليات الولاية المختلفة بعدالة وشفافية وعلى أساس الثقل السكاني للمحليات. وأوضحت أن اللجان تم تكوينها من التأمين الصحي وديوان الزكاة ولجان المقاومة، وتبدأ مباشرة في إعداد الكشوفات الخاصة بالمستهدفين على مستوى المدن والقرى والأحياء بالولاية. وأكد السارة على أهمية أن تعمل اللجان على إعداد الكشوفات المستهدفة بصورة دقيقة وفق الشرائح المختارة. اليوم كان اجتماع اللجنة العليا لنفرة الدعم الاجتماعي الاتحادي اللي هو تابع للصندوق القومي للتأمين الصحي، وبرضه داخلين معانا الزكاة. تم اعتماد توزيع عدد مصدق على 51,519 أسرة في المحليات، موزع على الولايات على محليات الولاية المختلفة. وطبعا إن شاء الله المفردية هتبدأ من يوم الخميس يوم 25/6، وإن شاء الله هنبدأ نجهز اللي هي كشوفات المستهدفين. وفي السياق قال المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالنيل الأبيض محجوب نجيب محجوب إن اللجنة العليا لنفرة الدعم الاجتماعي للعام 2020 تستهدف الشرائح الخاصة من ذوي الإعاقة والمشردين والعجز والمسنين والأيتام والأرامل وأسر الشهداء وجرحى الثورة. تسلمت وزارة الصحة بولاية النيل الأبيض دعما عينيا ل21 مرافقا طبيا منحة من البنك الإفريقي للتنمية
بتكلفة تقدر ب 230 ألف يورو. وثمنت السلطات الرسمية الدور الذي يلعبه البنك في دعم القطاع الصحي والتنموي بالولاية، مبينة أن المعاناة تسهم في تقوية النظام الصحي بالنيل الأبيض. تغوية للغطاء الصحي وتضميضا لجراحاته العميقة والقديمة، تسلمت السلطات المختصة بولاية النيل الأبيض دعما عينيا للمراكز الصحية والمشافي بمبلغ 230 ألف يورو منحة من البنك الأفريقي للتنمية، وشمل معينات ل21 مرفقا طبيا، منها 8 مراكز ذهبت مناصفة بين محليتي بولي والجبلين، وأخرى لمشفى تندلتي والصندوق القومي للتأمين الصحي، وفي الطريق ثلاثات ل11 مركزا بمحلية تندلتي تسلم لاحقا، دعم قد يسهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الصحي بالنيل الأبيض. حسب واحد المطار الطبيعي، واحد من المكون الأول عبارة عن أساس ل 21 مرفق صحي في ولاية النيل الأبيض، قيمة ما يقدر 230 ألف يورو. دي دفعة، في دفعة كانت قبالة، وفي دفعة تانية حتيجي بعديها، وكان شغالين في بعض المكونات في التدريب في داخل الولاية. فش عندنا يعني في تارجت ل 722 من الهيلز فاسيليتيز. فالمعدات التي سلمت اليوم تعد تنفيذا عمليا لشراكات حكومية مع مؤسسات مالية ومنظمات إقليمية ودولية لتشكل دعما للقطاع الصحي وإسنادا له من أجل تجاوز تحديات توفير الخدمات الطبية بصورة متكاملة للمواطن بالنيل الأبيض. بنشكر بنك التنمية الأفريقي مشروع بناء القدرات على كمية الشغل والجهد العظيم اللي هو بيبذله في ولاية النيل الأبيض. أول حاجة هم شغالين معانا لهم مدة في مشاريع متعددة، منها بناء مراكز وإعادة تأهيل المستشفيات وإعادة تأهيل المراكز الصحية، وفي نفس الوقت برضو بناء بعض المشاريع في المستشفيات. اليوم تم تسليم عدد مهول من أثاثات اللي حتكون موزعة على بعض المستشفيات وبعض المراكز الصحية اللي تم بنائها. ويأتي الدعم المقدم اليوم ضمن مشروع بناء القدرات بإشراف مباشر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاتحادية وتمويل من البنك الأفريقي للتنمية، ليضع الأساس المتين لمراكز الصحية ويسهم بالتالي في تقديم خدمات الفحص والعلاج لمواطن عانى كثيرا في الحصول على رعاية صحية كما وكيفا. صديق السيد البشير، الشروق، ولاية النيل الأبيض، ربك. عرض المساء الإخباري متواصل معكم من قناة الشروق بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى جولة في أخبار العالم، حيث قال وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء إنهم يرغبون في تجنب نشوب معركة جديدة في ليبيا، حيث يحشد الطرفان المتحاربان قواتهما قرب المنطقة الرئيسية لصناعة النفط مع تهديدات من داعميهما الأجانب بالتصعيد. وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان: ليبيا تمر بمنعطف خطير للغاية في مسار الصراع الذي يمزق هذا البلد العربي الهام. هذا وكانت مصر قد قالت إن جيشها قد يتدخل بشكل مباشر في ليبيا، وقالت فرنسا إنها لن تتغاضى عن التدخل التركي هناك. وتغيرت جبهات القتال سريعا في ليبيا بعدما ساعد الدعم التركي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرد قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي من ضواحي طرابلس وشمال غرب البلاد. وتراجع الجيش الوطني الليبي المدعوم من مصر والإمارات وروسيا حتى مدينة سرت على ساحل البحر المتوسط وبوسط البلاد، حيث أوقفت ضربات جوية تقدمها قوات بل تتقدمها قوات حكومة
الوفاق الوطني. دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وأضاف أن تركيا ومصر تتفقان مع منهج روسيا في تسوية الصراع. وقال لافروف إن الأطراف الخارجية يجب أن توفر الأحوال المواتية لحوار شامل بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، وهو شيء تتفق عليه أيضا تركيا ومصر. وذلك بعدما أجرى الوزير الروسي محادثات عبر الهاتف مع وزيري خارجية البلدين. قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إنها نفذت هجوما كبيرا بالصواريخ والطائرات المسيرة في عمق السعودية يوم الثلاثاء، مستهدفة وزارة الدفاع وقاعدة عسكرية في العاصمة الرياض. لكن المملكة السعودية قالت إنها صدت الهجوم. وقال التحالف الذي تقوده السعودية ويحارب الحوثيين منذ 5 سنوات إنه اعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، ولم يصدر تأكيد حتى الآن من التحالف أو السلطات السعودية بهذا الخصوص أي هدف بعينه. وسمع شاهد من رويترز صوت انفجارين مدويين ورأى دخانا في سماء المدينة قرب الفجر، ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار أو ضحايا. وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في كلمة نقلها التلفزيون إن العملية استهدفت عاصمة العدو السعودي بعدد كبير من الصواريخ البالستية المجنحة وطائرات سلاح الجو المسير. في أخبار الاقتصاد، أعلنت حكومة ولاية غرب دارفور عن عزمها لزراعة أكثر من 3000 فدان في الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام. وأكد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية غرب دارفور فضل الدوم أحمد أن الوزارة بدأت في التحضير المبكر من خلال تدريب المزارعين وتطبيق الحزم التقنية وتوزيع التقاوة وتزويد التراكتورات الخاصة بالوقود المدعوم لتقليل تكلفة الحراثة على المزارعين، مشيرا إلى أن عدد التراكتورات الخاصة بالولاية يبلغ أكثر من 300 تراكتور انضمت لأسطول تراكتورات الوزارة بغرض التحضير المبكر. وأوضح أن حكومة الولاية ومبادرة إنجاح الموسم الزراعي تبذل جهودا مكثفة لحماية الموسم الزراعي من خلال تعزيز التعايش السلمي بين الرعاة والمزارعين بهدف رفع الإنتاج والإنتاجية للمساهمة في الناتج القومي. بدأنا تدشين الموسم الزراعي 2020-2021، وذلك باستنفار كامل لكل الآليات الزراعية الموجودة بالولاية لتزويدها بالوقود وبدء عمليات الحراثة وتحضير الأرض وتطبيق كل الحزم التقنية المسابهة من قبل الإرشاد الزراعي. ولذلك نهيب بجماهير المزارعين جميعا أن يهبوا إلى مزارعهم الآن بأسرع ما يمكن ليتمكنوا من حراسة مزارعهم وتحضير أراضيهم للزراعة في هذا الموسم. وفي السياق، امتدح رئيس غرفة الإنتاج الزراعي بولاية غرب دارفور حسن أحمد محمد مطر امتدح الاستجابة القوية لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية لتوفير الوقود للتراكتورات الخاصة بغرض تقليل تكلفة الإنتاج وتشجيع المزارعين ضمن سياسة الدولة نحو الإنتاج. ناشدنا اخواننا في اصحاب الجرارات الخاصه وربنا يجزيهم خير، ونحن بنسميهم الجيش الاخضر. حقيقه اخواننا ديل على اهبد الاستعداد في انهم يعني ممكن يحرثوا كل الاراضي المراد زراعتها ان شاء الله في هذه الولايه وباسعار تكون معقوله اتفقنا عليها هنا يوم امس، ويوفروا كيف يوفروا لهم الوقود. والحمد لله هسه اخواننا في الوزاره كدفعه اولى حيدفعوا للبوابير ديل الوقود الممكن يحركها، وبعد ذاك ان شاء الله اي كميه جايه نحن ناشد اخواننا في الوزاره انهم يسخروها زي ما هم قالوا لعمليه الجرارات. تعرضت هيئه السكه الحديد لاهمال وتدمير ممرحل خلال العقود الثلاثه الاخيره مما عجل بانهيارها، وافقد البلاد واحده من اهم الدعامات الاقتصاديه. وتطلع القاعده العماليه داخل الهيئه ان تشهد السكه حديد تتطلع لإعادة تأهيل بنياتها التحتية وقوتها السياحية حيث تستعيد دورها الاقتصادي. من أكثر قطاعات النقل الوطنية التي تعرضت للتدمير الممنهج والتردي المريع خلال النظام المعزول هي هيئة السكة الحديد. إن ورشتنا داخل المرمى ورشة سيئة شديد جدا جدا، إنها أول حاجة من السطح أمطار وهذه كلها بتجينا داخل الورشة، المجاري سيئة جدا جدا،
طبيعه العمل صعبه، حتى انه ابسط الاشياء اللي ممكن الناس تقدر تعمل بها عمل ما موجوده. فسكة الحديد التي كانت من أكبر الدعامات الاقتصادية والناقلة الوطنية الأول والأطول في القارة الإفريقية شهدت انهيارا دراماتيكيا في كافة محاورها خلال العقود الثلاثة الأخيرة. والله يا أخي هي بيئة طاردة، لأنها البنية التحتية حقتها منتهية، المقاومات السلامة الورش ما متوفرة، الخط بتاعنا مشاكله كثيرة، القطارات مشاكلها كثيرة، محتاجة لإزبيرات، فسكة حديد محتاجة لكثير صراحة. ولم تكن السياسات العقيمة للنظام البائد هي التي عجلت بانهيار سكة الحديد فقط، فقد تكفلت العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان بدمار نحو 80% من بنياتها التحتية، بل إن وزارة النقل قدرت مجمل الخسائر التي تعرضت لها سكة الحديد جراء الحظر الأمريكي بأكثر من 227 مليون دولار نظير استجلاب قطع الغيار وانخفاض الطين المنقول وخروج المئات من القوى الساحبة. استجل بزبير بقوم شنو اضطر اخاطب شركة تخاطب أمريكا حتى تجيني، ودي اللي هم بيتكلم سكة حديد مع بالغ هاي يعني. أما ثالثة الآثاف فقد تمثلت في قرار الفصل التعسفي الجائر مطلع التسعينيات القرن الماضي الذي طال في يوم واحد أكثر من 3000 عامل من أفضل وأميز كوادر وخبرات السكة الحديد وكفاءاتها المهنية والإدارية والنقابية، حيث شكل هذا القرار الظالم ضربة موجعة لقدرات الهيئة البشرية التي لم تستطع التعافي منها حتى الآن. أحيي عمال السكة الحديد المفصولين، نحن يعني نطالب بعودتنا الآن ونحن من أوائل الناس اللي تكوت بنار الإنغاز. السكة حديد ناقصة، ثانيها بنمشي مع مرات ماموريات الرهد يقولوا في أقسام ناقصة، واحدين ياخذوا جايزون ويمشي من هنا يمشي يقتلون هناك، عشان كده لازم توفر العمالة الكافية يعني بالنسبة للسكة حديد. ومما زاد الطين بلة هو قرار تجفيف الجبهة الصناعي ومعهد التأهيل المهني بالمكرم اللذين افقدا سكة الحديد أهم رافدين عماليين لها وحرمها من تجديد شبابها وتواصل أجيالها وأفرغ الورش من التلاميذ المهرة والعمالة الفنية والتقنية الوسيطة المؤهلة. يعني جبيل المعهد ده والمقرن كان بيطلع بيخرج يعني برادين وبيخرج بيجيب عمال، بس الورشة شغالة بدون عمال وبدون برادين، يعني الوردية بتلقى فيها براد واحد، يعني البراد الواحد لما يطلع من الورشة لعطل الوردية بتقول له كاشفة. ومع مشاعر ثورة ديسمبر المجيدة وجدت السكة الحديد نفسها في قلب الحدث وإحدى أدوات التغيير واشتعال فتيل الثورة بقطاراتها التاريخية التي سيرتها ما بين عدبر والخرطوم. حكومة كانت سابقة كانت يعني ضاغطة على الشعب السوداني، والحمد لله لما جاءت الثورة الشعب ثورة الشعب عامة، يعني حتى القطار اللي يمكن صار من عدبر كان له إحساس عميق جدا في قلوب كل السودانيين وخاصة عمال السكة حديد. وبعد طي صفحة النظام البائد تستشرف السكة الحديد آفاقا جديدة وأمال انعراض وتحولات جذرية شاملة برؤى استراتيجية نافذة ومنظومة هيكلية حديثة تسترد بها سكة الحديد مكانتها ودورها المحوري كدعامة اقتصادية حقيقية في الناتج الإجمالي القومي. لنا زي 36 سنة في السكة حديد، فهسه حاليا نحن حسينا بأنه السكة حديد يا دوب أبدا كل أمانة، يعني السكة حديد في العهد اللي هسه نحن فوقه ده رغم الضيق الشح الإمكانيات وكده، فنحن حسينا بأنه فعلا يا دوب نحن بقينا ناس سكة حديد، فبس المرجو أنه يعني الناس يعني تقيف معانا، وزي ما شايف يعني الوابورات دي كلها بتنقصها الزبيرات، الناس بيشيلوا من القديم ويجيبوا في الجديد وبيمشوا الحل. السكة حديد لنا مطالب كثيرة، وأولا نحن نطالب برفض الشركات في السكة حديد، وعاوزين طرد السكة حديد ترجع لأبو حمد لجميع الجهات، عاوزين السكة حديد السكة حديد يجيبوا لنا مدراء جيدين في السكة حديد، السكة حديد مظلومة مظلومة، لا دارين سكتيون، لا دارين سار، لا دارين غيره وغيره. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل.
رياضيا، طلب رئيس اتحاد كرة القدم السوداني دكتور كمال شداد من الأمين العام للاتحاد دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع الأسبوع المقبل عبر تقنية الفيديو لمناقشة مصير الموسم الكروي 2019-2020. وأوضح الأمين العام لاتحاد كرة القدم دكتور حسن أبو جبل لباج نيوز اليوم الثلاثاء أن الاجتماع سينعقد منتصف أو نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن مصير الموسم الكروي. وبات مصير الموسم معلق بعد الإجراءات الصحية التي فرضت بسبب تفشي جائحة كورونا وأدت إلى توقف النشاط الرياضي بالكامل. وتقدم اتحاد كرة القدم في وقت سابق بخطاب إلى وزارة الصحة الاتحادية طالب فيه استئناف الدوري الممتاز، وينتظر أن يعقد الاجتماع الآخر بعد غد الخميس، ودعا مجلس الإدارة لاتخاذ قرار مناسب. ختاما لعرض المساء الإخباري، هذا تذكير بالعناوين. السودان يدعو مصر وأثيوبيا للاستمرار في التفاوض البناء حول سد النهضة والابتعاد عن التصعيد. السلطات بولاية القضارف تعلن عن جمع قسري للسلاح وإجراءات صارمة. وزارتا التربية والتعليم والصحة بولاية الخرطوم تعلنان موعد امتحانات الأساس غدا الأربعاء. نهاية عرض المساء الإخباري قدمناه لحضراتكم من قناة الشروق الفضائية، أشكر لكم حسن المتابعة، إلى الملتقى في أمان الله.